الجريمة اللي بيش تسمعوها اليوم ما تشبه لحتى جريمة أخرى. أحداثها صارت عام 2006، أبطالها قراصنة، وبالطبيعة كأي حكاية فيها دي بيرات الإطار المكاني متاعها يكون البحر، بحر البرتغال الأطلسي في عز الصيف. تيغي باي وكورين كاسبار استحوذوا على يخت باش يبحروا بيه ويبدأوا حياة جديدة بعيد على بلادهم. قبطان اليخت بالطبيعة قتلوه، القراصنة ما يفدلكوش. فما زاد حكاية في وصل حكاية، تيري وكورين يا هل تراهم أخوات وإلا عشاق وإلا زوز فرد وقت. نهج التريبيونال على EFM